بيان مراكز الفلترة والرصد التابعة لإدارات الخدمات الصحية ببلديات جبل الأخضر، مركز البيضاء، مركز شحات، مركز القبة ومراكز الساحل. قال تعالى: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. كما لا يخفى على الجميع العمل الجبار الذي قامت به الكوادر الطبية والتسييرية طيلة فترة الجائحة، الأمر الذي أدى إلى إصابة جل العاملين بمراكز الفلترة والرصد بالوباء ونقله لأسرهم بسبب نقص مواد الحماية الشخصية، وكذلك نقص مواد التشغيل الطبية التي أدت لعرقلة عمل المراكز كثيرا لتقديم الخدمات الطبية للمواطنين، وكذلك أدت لتملل وتوقف الكثير من العاملين بهذه المراكز للأسباب سالفة الذكر، وكذلك عدم صرف مستحقاتهم المالية حسب ما هو مقرر قانونا بالقرارات الصادرة عن الحكومة الليبية عليه. نأمل من السيد رئيس مجلس الوزراء المهندس عبد الحميد الدبيبة والسيد معالي وزير الصحة الدكتور علي الزناتي التدخل وبشكل عاجل ومباشر للإشراف بشكل شخصي لمعالجة هذه النواقص وإعطاء الكوادر الطبية والتسييرية العاملة بهذه المراكز حقوقهم المالية المتأخرة منذ 14 شهرا، وهي من تاريخ مارس 2020 إلى مايو 2021 إسوة بباقي البلديات والمدن الأخرى. وسنوافي معالي السيد وزير الصحة بكتاب تفصيلي لعمل هذه المراكز واحتياجاتها اللازمة للعمل. حرر بمدينة البيضاء بتاريخ 31/5/2021.